وإلى موقف آخر لا أتمنى والله أن أذكره. والله لا أتمنى أن أذكره. موقف يا إخوة يقطع والله أنياط القلب، قلب المؤمن يوم أن يسمع هذا الموقف. والله يا إخوة لا يتحمله قلب المؤمن موقف من المواقف. يا ليته كان في أرض الكفار أو بين يدي الفجار، لكن هذا الموقف كان مع الأسف في مهبط الوحي. كان هذا الموقف في مكة، نعم في مكة يا شباب، ومن شاب أبواه مسلمان، من شاب يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. موقف هذا الشاب يا إخوة أذكره والله كما ذكرت لا أود ذكره، لكنها العبرة، لنأخذ العبرة. فكم والله من مؤمن آناء الليل ساجدا، وكم من آخر عن الله جل وعلا غافل. يحكي هذه القصة ويرويها أخو هذا الرجل. يقول هذا الرجل الشاب جاءني اتصال قبيل الفجر، فلان، قلت نعم. أخوك فلان، قلت نعم. قالوا احضر الآن بسرعة للمستشفى. يقول فذهبت، دخلت المستشفى، عرفت أن أخي قد أصيب بحادث وأن حادثه كان صعبا جدا. يقول أتيت إلى أخي وهو على السرير، وهو على السرير. يقول أتيت إليه، شثيت بين رجليه، أخذت أكلمه. أخوي أنا عندك وبين يديك، اللي تبغاه أنا راضي، اللي تبغاه أنا ممكن أسويه. يقول نظر في أخوي، وأنا أعرف أخوي، يقول أخوي يا جماعة ما كان يصلي ولا يصوم. يقول أخوي كان يبحث عن المخدرات، يبحث عن السوء، يبحث عن كل ما يعصي الله. يقول انظر اخوي بين يدي يلفظ اخر انفاسه. حبيت اقول له قل لا اله الا الله، لكني تذكرت ان اخوي هذا كم عصى الله، وكم كنت اقول له يا فلان يا اخوي توب لله. كان يقول لي بدري بدري بالساع، العمر طويل وفلها وربك يحلها، احنا يا فلان لساعنا بدري علينا. ويوم جيته وانا بين يديه تذكر، بكيت، نظر لعيونه تدمع، رفع عيناه ثم تكلم اخي، لكن ليته ما تكلم. تكلم اخي لكن ليته ما تكلم. نظر الي يقول كان المصحف في جيبي. يقول نظر إلي، أشار إلي إلى المصحف. قلت تبي المصحف؟ تبي المصحف؟ يقول والله يا جماعة فرحت فرح شديد. ليه؟ عشان أخوي اللي أنا أعرفه كم عصى الله، أخوي اللي أنا أعرفه كم عصى الله، كم جهر بالمعصية. اليوم يبي المصحف، أخوي يبي يموت على المصحف، أخوي الآن بيموت على المصحف يا الله. يقول والله كنت فرحان، خرجت المصحف، عطيته المصحف بيده، مسك المصحف بيده، قرب المصحف إلى فمه، قرب المصحف إلى فمه ثم دفن على المصحف. قال يا فلان أنا كافر. يا أخوي أنا كافر.
كافر مات عليها بين يدي. يا الله متى يا اخوان؟ شوف الليل الله بصلاته. ليه ليه يا شباب ضيع حياتنا؟ ليه الله ما يرانا؟ الله ما يشوفنا؟ إلى متى؟ إلى متى نضيع؟ يا نفس توبي، يا نفس توبي، فإن الموت قد حان، واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا. أما ترينا، أما ترينا المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أولانا بأخرانا. وفي كل يوم لنا ميتا نشيعه، نرى بمصرعه، نرى بمصرعه آثار موتانا.